هذا البودكاست برعاية مركز التميز للتوحد الذي تم إنشاؤه تحت رعاية ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي وبدعم سخي من البنوك السعودية. ويهدف المركز إلى خدمة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم وتحسين جودة حياتهم ودعم تطوير خدمات الرعاية التأهيلية لهم. مرحبا جميعا، حياكم الله مستمعي بودكاست دردشة التوحد. معكم الدكتورة رفيف السدراني، رئيس قسم المحتوى والتوعية في مركز التميز للتوحد. اليوم حلقتنا استثنائية وفريدة من نوعها، راح تكون رسائل مقدمة من أهالي ذوي اضطراب طيف التوحد وشباب وشابات من ذوي اضطراب طيف التوحد إلى المجتمع. اسمي فهد، أدرس في مركز التأهيل المهني، أتعلم الكمبيوتر، أتعلم مهام مكتبية، أتعلم جهاز الليزر، وأبغى أتوظف في فندق، وأنا أتحمل كل شيء، يعني أنا قوي. هو صراحة باختصار يعني اللي حب أقوله للأشخاص اللي قابلتهم، أعطوا طفلي فرصة، من ناحية أعطوه فرصة إنه يكون طفل يشارك بالأمور اللي في الغالب ينرفض لأطفالنا، وأيضاً أشكر يعني في بعض الأماكن أعطوا شبابنا فرصة، خلوهم يعني يشتغلون، خلوهم يحققون طموحاتهم وأحلامهم لأنهم تراهم قادرين ويستطيعون يعني حرفياً. فباختصار، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالرسالة اللي وجهها لجميع الأهالي اللي عندهم شك أو اللي عندهم الآن وجود أطفال عندهم علامات للتوحد، أنهم ما يكون في خوف وما في تردد. هذا شيء بإذن الله تستطيع تتجاوزه. الحمد لله وجدنا تغييرات كبيرة مع ابنتي، فهي خطوة خطوة يوم بيوم، ولله الحمد مع وجود هذا المراكز بإذن الله بيكون فيه نتائج جيدة. أنا فوزان، أنصحكم بر الوالدين، اللي بر أمه وأبوه يتقوا معه يدخلها رب الجنة، يسلم عليه ويحب راس أمه وأبوه يدخلها رب الجنة، ويتقوا معه يصلح شاي حلو، يقول له وش تبي من الأكل الحلو، يصلح له كريمة، يصلح له شاهي وقهوة، وقبل صلاة التراويح يتقوا معه شاهي ويجيب الهقد وحبه. أنا أم طلال الزهراني، أتمنى التقبل من الأهالي طيف التوحد والتوحد والمساهمة في رحلتهم الخاصة والجميلة، يروا الانعكاس تلك النتائج عليهم. اليوم رسالتي هي لنا إحنا كأسر، أن اليوم لازم نفهم ونعي نقطة مهمة جدا، وهي محور تغير أطفالنا، أن الأخصائي اليوم هو دوره محدد بإطار زمني ومحدد بفترة زمنية. لابد نعي ونعرف أن اليوم الأخصائي الأول والمسؤول الأول هو الأسرة. كل ما قدرنا اليوم أن نكتسب مهارات في تأهيل الطفل، كل ما اليوم اكتسبنا مهارات واكتشفنا الأهداف الموضوعة في المركز أو في المراكز التي ينتمي لها أطفالنا، كل ما إحنا اليوم نكونون الأخصائيين الأولين لهذا الطفل. الطفل يقضي معدل 25% من وقته في اليوم في مركز، ولكن يقضي 75% من هذا الوقت في أسرة. لابد أن تكون هي الأخصائي الأول، لابد أن نعرف ونحرص على جانب التنمية للطفل وليس جانب الرعوي بشكل أو بآخر. كل ما كان عندي رعاية كل ما كان عندي طفل لا يتحسن، بينما لو كان عندي اليوم جانب تنموي أو تنمية لهذا الطفل كل ما كان عندي مكتسبات عائدة على الطفل وعائدة على الأسرة وعائدة أيضا على مستقبل هذا الطفل. رسالتي البسيطة والتي لابد أن نعيها أن الطفل هو أخصائيه الأول هو الأسرة، وليس الأخصائي هو يعطينا مفاتيح، بينما من يدير هذا التنظيم وهذه الأسرة هي الأسرة بذاتها. تمنياتي للجميع بكل توفيق، ومسؤوليتنا العظمى أن نكون وأن نتعلم وأن نحرص أن نكون الأخصائي الأول لهذا الطفل. نسأل الله لنا ولكم كل التوفيق. أنا شاهد، أحب أوصل الرسالة لكل البنات اللي مثلي. صار عندي وظيفة، صرت اجتماعية، وصرت مستقلة مادياً، ويومي صار منظم. كل هذا جاء بتوفيق من ربي، لأن كل شيء صار بالتدريج. أخيراً believe in yourself.